السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بهذا الفيديو راح نحكي عن المدرب باكيتا، هذا المدرب البرازيلي اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي بأن راح يتواجد بسوريا، وبظن يعني خلال تصويري لهذا الفيديو هو حاليا موجود بسوريا. فهذا الأمر بيسهل المهمة أنك تحكي عن شغلة واقعية، ما بنحكي عن إشاعات أو خرافات أو تم تعيين مدرب برتغالي أو تم تعيين مدرب إنجليزي ومن هذا الكلام الفاضي. في مدرب برازيلي موجود بسوريا نحن عم نحكي عنه، لكن ما رح نحكي عن طريقة اللعب ولا عن أفكار باكيتا المدرب البرازيلي. ما رح نحكي عن طريقة اللعب ولا الأفكار، ليش؟ لأن إلى الآن ما تم التعاقد معه بشكل رسمي، فبالتالي ما بدنا نضيع الوقت بالحديث عن أفكار وطريقة لعبه، وبالنهاية ما رح ممكن ما يكون متواجد مع المنتخب السوري بشكل رسمي لأن إلى الآن ما تم توقيع العقد. طيب ما دام ما رح أحكي عن أفكار المدرب وطريقة لعب المدرب وشغل المدرب اللي شفناه سابقا، عن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم رح نحكي عن الآلية اللي لازم يتعاقد فيها اتحاد كرة القدم مع باكيتا أو أي مدرب أجنبي آخر. نصائح، أربع نصائح بظن هي مهمة جدا لحتى نشتغل صح من البداية، يكون الشغل صح وما نفوت بنفس المتاهات السابقة. قبل ما نخوض بالتفاصيل، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، أول شغلة بتمناها من اتحاد كرة القدم أنه يكون صريح مع أي مدرب أجنبي. هلا المدرب الوطني بيعرف اللي بيرغطه، لكن المدرب الأجنبي اللي مو سمعان بسوريا ولا سمعان بالدور السوري ولا سمعان بالمنتخب السوري، أو ممكن سمعان لكن مو بالشكل الجيد، فأنت لازم تكون صريح مع هذا المدرب، تحكي له بأن الدوري بسوريا دوري ضعيف فنياً، دوري ضعيف فنيا. تحكي له للمدرب قبل ما يوقع العقد، قبل اي شيء، بان الانديه السوريه انديه غير محترفه، وانه اللاعب بالدوري السوري مده تعاقده لمده موسم واحد، يعني كل موسم والتاني راح تلاقي لعيبه الدوري السوري بين نادي والاخر، يعني كل موسم ما في لاعب عم بيلعب مع نادي لمده 5 إلى 6 مواسم، ما في عقود بهاي الطريقه. فبالتالي لازم تشرح له للمدرب، تشرح له بكل صراحة. أهم نقطة أنك تكون صريح مع المدرب لحتى ما يتفاجأ ولحتى ما يفاجئنا. وطبعا لازم تشرح له بأن الملاعب الموجودة بسوريا، الملاعب الكويسة الموجودة بسوريا، ما أنا ملك الأندية، هي ملك المكتب التنفيذي، يعني المكتب التنفيذي هو اللي شغال على هاي الملاعب، هو الموضوع متعلق بالاتحاد الرياضي العام وليس باتحاد كرة القدم. فبالتالي كمان لازم تشرحوا هاي النقطة بشكل جيد لأي مدرب أجنبي، ليس بالتحديد باكيتا، أي مدرب أجنبي. غير هيك كمان لازم تشرح للمدرب الأجنبي بأن الواسطات والمحسوبيات والفساد نوعا ما موجودة. فأنت كمدرب أجنبي باكيتا أو غير باكيتا لازم تعرف هالأمور، لازم كمان كاتحاد كرة قدم وكأعضاء اتحاد كرة قدم تكونوا صريحين، تحكوا كل السلبيات الموجودة، كل السلبيات الموجودة بالرياضة السورية. هلأ هون بدك تسألني، إذا حكينا عن هاي الأمور وحكينا بأن الملاعب بيد المكتب التنفيذي والأندية السورية غير محترفة والدوري السوري ضعيف فنيا وفي فساد وفي واسطات وفي هالأمور وفي ضغط، إذا حكينا كل هالأمور ممكن ما يوقع العقد، ممكن باكيتا يخاف. طبعا أنت هون عم تحكي الصراحة، ممكن يخاف المدرب، ممكن ما يوقع العقد، لكن إذا وقع العقد ونحن زارعين الأوهام بعقل هذا المدرب فهون رح يفشل بشكل كامل. جيب جوارديولا، جيب مورينيو للمنتخب السوري وما تكون صريح معه بشكل كامل رح يفشل. لازم تكون صريح، لازم يجي على سوريا وهو بيعرف انه في هالمشاكل الموجودة بسوريا، هاي المشاكل لازم يتأقلم معها، لازم يعرفها. لأن يا صديقي العزيز، إذا ما صارحنا المدرب بكل هاي الأمور وبكل هاي المشاكل بالطريقة اللي عم نحكيها هلا حاليا، إنك لازم تحكي له هالأمور، فبالتالي رح يجينا مدرب مثل شتانجا أو نبيل معلول، مدرب وصل لكأس العالم مع منتخب تونس، لكن اتفاجأ أو اشتغل على هاي المفاجأة
لحتى تكون شماعة لأي خسارة لأي فشل للمنتخب. فما بدنا كمان يجينا باكيتا مع أي خسارة للمنتخب. والله الدوري السوري ضعيف، هو أنت عم تحكي لنا الدوري السوري ضعيف؟ ما نحن جايبينك لأن الدوري السوري ضعيف، احنا جايبينك لحتى تكون مدرب جيد وتقود المهمة. فما بدنا المدرب يتفاجأ، ما بدنا المدرب يعطينا معلومات نحن بنعرفها، يعني فهمانين على شو عم بحكي. تجربة نبيل معلول وتجربة شتانجا لأن اجوا بوعود وعهود وبأن الكرة السورية بتطور ونحن بدنا نتأهل لكأس العالم، بدك تحكي له بأن نحن عم نبدأ من الصفر ووضعنا سيء جدا، فإذا بدك تشتغل بالحجج اللي نحن عم نشتغل عليها انسى الموضوع. يعني إذا بكرة بعد أي تصفيات أو أي مباراة باكيتا خرج وقال بأن يا جماعة أنا انصدمت بالواقع، تفاجأت بأن وضعية الملاعب سيئة، تفاجأت بأن اللاعب السوري بيحتاج ل... لا هون أنت لا تتفاجأ، هون الجميع الجمهور الكل رح ينتقد المدرب ورح ينتقد اتحاد كرة القدم. ولازم كمان تشرح للمدرب وتكون صريح معه بأن رغم كل هاي الموبقات الموجودة وكل هالمشاكل الموجودة بسوريا من ملاعب ومن كل شيء، من كل شيء في شيء اسمه الجمهور السوري ما بيرضى إلا بنتائج جيدة وأداء، يعني بدك تحكي له عن عقلية الجمهور السوري، جمهور محب، جمهور عاشق للرياضة، عاشق لبلده، عاشق لأي شيء يتعلق بسوريا. بدك تحقق نتائج، بدك تعرف أنه في موبقات بالكرة السورية وبدك تشتغل على النتائج وبدك تشتغل على الأداء. في قدامنا كأس آسيا بال2023 لازم تكون شغال بطريقة صحيحة، أو لازم تعرف هاي المشاكل وتحلها بشكل سريع لحتى نتأهل من دور المجموعات. الهدف هو التأهل من دور المجموعات، إذا ما نكأد هاي المسؤولية من هلأ خبرنا. لازم نكون صريحين مع أي مدرب أجنبي. المدرب الوطني مختلف تماما، المدرب الوطني هو بيعرف الحال، بيعرف البيرو غطاء. فهون أنت المدرب الأجنبي إذا ما شرحت له هالأمور راح يتحجج بنفس الكلام وراح يحكي لنا نفس الكلام اللي نحن اعتدنا عليه وحفظناه بصم. طبعا الشرط الثاني او الشغلة الثانية، النصيحة الثانية اللي لازم تحكوها للمدرب انه لازم يتواجد بسوريا. ما في شيء اسمه مدرب عن بعد. عجبني الاستاذ صلاح رمضان لما حكى عن المدرب الانجليزي اللي كمان تم التواصل معه، بين طرح فكرة الاقامة بدبي ومكتب ببيروت وهذا الامر ما ناسب اتحاد كرة القدم. عجبني هذا الجواب ان لا نحن ما قبلنا بهذا الموضوع ولا باي شكل من الاشكال، لازم يتواجد بسوريا. كمان لازم تنبهوا باكيتا التواجد بسوريا وتوقيع عقد بناء على هذا الموضوع، لازم يكون ضمن العقد انه يتواجد بسوريا. الاجازة يعني نفس اي مدرب، عندك اجازة لمدة شهر او لمدة 20 يوم، تعطيها هاي الاجازة، غير هيك ما في. لازم يتواجد بسوريا يشتغل على مليون شغلة. يعني انا بصراحة المدرب اللي لازم يدرب المنتخب وكمان مدير فني ما بظن حتى 24 ساعة باليوم بتكفيه، بيحتاج لساعات وساعات للشغل. اما موضوع عن بعد واستخدام برنامج انستات او استخدام برنامج تدريبي، هذا الامر او مدرب عن طريق الواتساب انسوا لي اياه. احد الشروط ولازم يكون موجود بالعقد التواجد بسوريا على الاقل 11 شهر بالسنة، يعني معه شهر اجازة بلاقي له شهر خلال هالشهر يعمل اللي بده اياه، لكن 11 شهر لازم يتواجد بسوريا، عنده شغل بسوريا. طبعا اذا اقتنع بالشغلة الاولى والشغلة الثانية، الشغلة الثالثة اللي لازم يكون الحوار بناء حوله هو مدة توقيع العقد. اذا انت عم تبني مشروع فلازم يكون العقد لمدة 3 اعوام، لان هذا المدرب مشهور بالتنقلات، كل موسم بنادي، كل موسم مع منتخب. فإذا أنت عندك القناعة وهو طرح أفكار مقنعة جدا، لازم يكون العقد لنهاية تصفيات كأس العالم، لأن بدك تشتغل مع هذا المدرب ويعطيك فكرة صحيحة ويعطيك مشروع صحيح. وأي اتحاد يتغير ما نلاقي حالنا بنفس الوضع الحالي، ما في مدرب، هذا الأمر كارثي، هذا الأمر ما عم بيصير بأي منتخب. لازم نتخلص من هاي العقلية، عقلية مدة عام أو لنهاية التصفيات أو لنهاية كأس آسيا بال2023. كأس آسيا 2023 رح تبدأ بأقل من عام، فوين رايحين نحن؟ لازم يكون الأمر
متعلق بعقد مدته إذا كان اقتنع بالشروط الأساسية وكان مدرب شايفين أنه المشروع جيد، هو راح يطرح المشروع على اتحاد كرة القدم وعلى لجنة مدربين. أنتوا بتفهموا بالرياضة هيك الأساس، فلازم تقتنعوا بأن مدة العقد لمدة عام واحد غير كافية. بتلاقي أي مدرب لأي منتخب أقل شيء بيعطوه عامين إلى ثلاثة أعوام. لازم تعطي هذا المدرب الصلاحية وتمنعه من التنقلات، لأن هذا المدرب مشهور بأنه عم يتنقل من نادي لنادي ومن منتخب لمنتخب، فخذوا الحذر من هذا الموضوع بالذات. الشغلة الرابعة كمان المهمة، اشترطوا على المدرب إذا كمان تم تعيين مدرب للشباب لمنتخب الشباب ولمنتخب الناشئين باستشارة المدير الفني باكيتا وغيره لباكيتا، فاشترطوا على هذا المدرب غير التواجد بسوريا يتواجد بالمحافظات، يحضر بطولات شعبية، يحضر مباريات عادية، يحضر مباريات بغير الدوري، يشتغل على اكتشاف اللاعبين، يغير كل شيء بالرياضة السورية. مدرب له تاريخه بمنتخب البرازيل للشباب وللناشئين وبيفهم بهاي المواضيع، فلازم تستفيدوا أكثر استفادة من هذا المدرب. إذا بتعطوه 20,000 دولار لازم ب20,000 دولار تحلبوه حلب للمدرب، تحلبوه حلب، يعني أي شيء تعلمه بالبرازيل أو بمسيرته التدريبية تخلوه يفيد الأجيال القادمة على الأقل. إذا المنتخب الأول سيء على الأقل نشوف منتخب للناشئين وللشباب ونشوف مواهب عم تطلع، فخلوه يشتغل بكل المحافظات، يتنقل بكل المحافظات، على حلب، على الحسكة، على دير الزور، باللادية، بحمص، بحماة، بأي محافظة سورية، بالسويدة، بدرعة، أي محافظة سورية لازم يتواجد المدرب ويشوف، ممكن يشوف لاعب، ممكن يشوف موهبة غير ما حدا اعتنى فيها، لأن هذا المدرب بيحتاج أكثر من 24 ساعة شغل. مثل ما حكينا سابقا بأن مدرب المنتخب السوري 24 ساعة غير كافية، صدقا غير كافية، لأن في مشاكل، في أمور لازم يشتغل عليها المدير الفني للاتحاد ولا منتخب سوريا الأول، وإذا كانت باستشارته منتخب الشباب والناشئين فلازم يشتغل بطريقة ما ينام صدقا. والشغلة الأخيرة اللي حابب أحكي عنها، ممنوع تتدخلوا بالقرار الفني. القرار الفني هو بالأول والأخير للمدرب، وهذا الشيء أنتوا أكيد لازم تعرفوه، يعني ما بتكون نصيحة حول هذا الموضوع، لكن بالمقابل المدرب ما لازم يتدخل بالقرارات الإدارية. ما بدنا نشوف نبيل معلول مثل شغلة نبيل معلول تحول لإداري باتحاد كرة القدم، وحتى شتانجا ببعض الأحيان تحول لإداري باتحاد كرة القدم، فما بدنا هالأمور تتكرر يا جماعة. الشأن الإداري خلوه لإدارة المنتخب لاتحاد كرة القدم كمان مشان تتحمل المسؤولية. ما منحمل كل شيء للمدرب، أنت كاتحاد كرة القدم لازم تتحمل مسؤولياتك. يعني على كل تأجيل والله مدرب المنتخب هيك حكالنا، نحن بناء على توجيهات المدرب أجلنا الدوري، أجلنا، لغينا بطولة الناشئين، عملنا بطولة الناشئين. أنت عقلك براسك بتعرف خلاصك كاتحاد كرة قدم، الشؤون الإدارية تتعلق باتحاد كرة القدم، فرجونا كيف أنتم عم تشتغلوا إداريا. أما الأمر الفني فياريت ما تتدخلوا، ياريت، يعني إن شاء الله صعب لكن إن شاء الله عم ندعي، لأن صعب جدا أي مدرب أجنبي. أنا مع المدرب الأجنبي قولا واحدا مع المدرب الأجنبي، لأن المدرب الأجنبي بده يعطيك الإضافة ورح يخلوه يشتغل أكثر. المدرب الوطني ما بيخلوه، لهيك أنا ماني ما بكره حدا من المدربين الوطنيين، بس ما بيخلوه يشتغل. فالمدرب الأجنبي في أمل أنه يشتغل، في أمل أنه يخلوه يشتغل، لهيك أنا مع المدرب الأجنبي. على كل حال إذا تم توقيع العقد رح نحكي أكثر بتفاصيل أكثر عن طريقة اللعب، عن أفكار المدرب، لأن رح يكون في جدوى من الفيديو. أما هلأ أحكي لك عن كل هالأمور ولسه ما تم توقيع العقد، والنصائح أنا بظن حتى أهم من أفكار المدرب، لأن إذا ما اشتغل على هالنصائح صدقا لو كان غوارديولا أو مورينيو رح يفشل مع المنتخب. أتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.